هذه مسؤوليه اللي خدينا على عاتقها، على العاتق ديالنا. حنا ما حنا بالعكس، حنا جينا باش ناخذوا على عاتقنا هاد الامور، وباش نجتهدوا ونلقاو الحلول للمشاكل اللي تتعاني منها المدينه ديالنا. هادشي التزمنا به النهار الاول، والتدبير انا تنظن على حساب الميزانيه والقراءه ديال الميزانيه، انا تنظن بان التدبير خصو يكون في المداخل، في المداخل وبعد البنود ديال 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 المصاريف، لان المداخل هي الا نميناها تعطينا فرصه باش يكون عندنا مداخل وفائض، باش من ناحيه نكملوا المشاريع اللي تبدات قبل منا، ونمولوا المشاريع اللي طلبها السكينه واللي وعدنا بها السكينه في البرنامج الانتخابي اللي درنا. وبالنسبه للمصاريف كاين بعد تبعتنا بعض الامور اللي يمكننا نقتصدوا فيها، لانها ما عندهاش واحد الضرر كبير، علما ان المصاريف او النفقات 90% هي اجباريه، ما عندناش كيفاش نقتصدوا فيها ولا زعما ندبروها. ولكن عندنا واحد 9.46 اظن ديال النفقات اللي يقدر يكون فيها هناك نظر، ويقدر يكون فيها واحد الحكمه وواحد الاقتصاد اللي كذلك نعتمدوه كفائض باش نمولوا المشاريع اللي بغينا نمولوها ان شاء الله. ولكن على العموم كاين ارتقي، كاين ارتقي جدا، كاين لاراك لي زريري د لاراك فيها 13 مليار تقريبا، كاين تقريبا شي 30 مليار باش نكملوا المشاريع اللي كانت موضوع البيدسكا، البرنامج النموذج التنموي اللي تشن امام سيدنا في 2015. كاين بعض الاحكام اللي ربما هي تنفذ علينا. المهم كاين مشاكل، ولكن حنا هنا باش نجتهدوا ونلقاو حلول ديال هذاك المشاكل. انا كاين شي مده لتكوين اللجان، واش لحد الساعه هذه المده محترمه ولا لا؟ وفين وصلت المراحل ديال تكوين اللجان؟ لا، ليست هناك مده بالنسبه لتكوين اللجان، ولكن تنظن باننا عموما راه حنا درناها في واحد الوقت مناسب، لان هذه تقريبا اليوم تقريبا شهرين بالضبط من مورا الانتخاب ديالنا، وراه تمكنا اليوم باش نشكلوا اللجان، وهذه اللجان تمكنا باش نبداو العمل ديالنا. بالنسبه للاسماء ديال اللجان، بالنسبه للجنه الرياضه والثقافه والشؤون الاجتماعيه كاين السي طويل السباعي كرئيس والنائبه ديالو رشيده صدقي. بالنسبه للجنه التعمير وهي لجنه المعارضه، الرئيس ديالها هو السي بحنيك واللي تينوب عليه هو السي محمد فيطاح. بالنسبه للجنه المرافق العموميه كاينه السيده نعيمه هدي وتتنوب عليها السيده نسرين دارو. واخيرا كاين لجنه التنقلات الحضريه اللي تتراسها السيده سناء بوشكوا واللي تتنوب عليها السيده خديجه هسوفه.